جبت كل انواع الشيبسي المصريه اللي موجوده في السوق، حرفيا عندي كميه شيبسي تكفيني عمري اللي جاي كله. مش عارفه اعمل ايه بكميه الشيبسي دي كلها، حرفيا ما سبتش نوع الا وجبته. فيلا بينا نجرب. وهنجرب اول حاجه شيبسي تايجر، وشيبسي تايجر عايزه اقول لكم منزله شيبسي جديد، وهما الثلاث اشكال الجديده دول، والشكل ده كمان تحسوه كده شبه البطاطس المحمره، وهو سعره 5 جنيه بس اللي بتجيبنا لقيته ب7، واهو بصوا دي كميته ابو 7 جنيه. بص الحكايه مالين نص الكيس بس. يلا ندوق. بسم الله. صراحه طعمه حلو وكمان متغرق توابل كده، والشيبسي مفيش فيه حاجه محروقه، فبصراحه عجبني جدا. بصراحه الطعم ده استغربته قوي بطعم الجبنه الاسطنبولي. فيلا بينا نجربه. اهو بصوا دي شكل الشيبسيه. بالنسبه لي انا مش هيعجبني لان انا اصلا مش باكل الجبنه البيضاء. اهو بصوا ده شكله من جوه، طعم الليمون فيه زياده شويه عن الشطه.